موجز الأنباء، السلام عليكم. وقعت إيران وروسيا اتفاقية للتعاون العسكري والدفاع الثنائي بهدف استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وقد وقع الاتفاقية في العاصمة الإيرانية طهران وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو والإيراني حسين دهقان. وقد دعا دهقان نظيره الروسي لاتحاد دول المنطقة بمواجهة الإرهاب والتطرف وعقد معاهدة إقليمية لإدارة الأزمات. وشدد دهقان على حل مشاكل المنطقة من قبل دولها دون تدخل خارجي تجنبا لمفاقمة أزماتها. كما أكد الوزير الروسي أن تعميق العلاقات الدفاعية مع إيران عامل مهم في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. تشيع المقاومة اللبنانية اليوم جثمان 3 شهداء قضوا في العدوان الإسرائيلي على منطقة القنيطرة السورية. وأمس شيع في الضاحية الجنوبية لبيروت جثمان الشهيد جهاد عماد مغنية الذي استشهد مع 5 من كوادر المقاومة بمشاركة شعبية ورسمية حاشدة، حيث دفن إلى جانب والده الشهيد عماد مغنية. وأكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي للعالم أن صمت الحزب لن يكون طويلا وسيكون هناك رد مناسب. وقد حصلت قناة العالم على صور خاصة لمكان العدوان الإسرائيلي في القنيطرة التي أسفرت عن استشهاد 6 من كوادر حزب الله. يكون الرد على هذا العدوان الكبير. جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخذ إجراءات أمنية على طول الحدود مع لبنان والجولان المحتل خشية من رد المقاومة. وأفاد مراسلنا في القدس المحتلة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب على طول الحدود وألغى الإجازات لجنوده. وبلغت مصادر إسرائيلية وسائل الإعلام أنها تتوقع ردا مؤلما. وصدرت أوامر إلى سكان المستوطنات القريبة من الحدود بضرورة الابتعاد عن منطقة السياج مع لبنان. وأكدت مصادر أمنية أن المؤسسة الأمنية مستنفرة في الداخل والخارج، محذرة من أن تداعيات الاعتداء على القنيطرة قد تكون لها أبعاد واسعة النطاق. أفاد مراسل العالم في اليمن أن الحكومة دعت كافة أطراف اتفاق السلم والشراكة لاجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد رب منصور هادي. وأعلن وزير الداخلية اليمني جلال الرويشان بدء سريان وقف إطلاق النار بين اللجان الشعبية وقوات الحرس الرئاسي في صنعاء. وقالت مصادر محلية إن اللجنة الرئاسية المكلفة بوقف إطلاق النار باشرت عملها بمراقبة العملية في مناطق المواجهات التي يسودها هدوء حذر. وذكر مراسلنا أن جهازي الأمن العام والقومي ومقر وزارة الدفاع في صنعاء سلموا مقراتهم للجان الشعبية دون مقاومة. خرجت مسيرات حاشدة في مختلف أنحاء البحرين ترفض اعتقال ومحاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي السلمان، وتطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين. وانطلقت التظاهرات الغاضبة من بلدات أبو صبيع والدية وسترة والسنابس والبلاد القديم وغيرها. وأكد خلالها المتظاهرون الصمود ومواصلة الحراك السلمي لتحقيق الحرية والديمقراطية. وشدد المتظاهرون على رفضهم للمحاكمة السياسية للشيخ سلمان، مؤكدين أن الشعب البحريني لن يتراجع عن مطالب الثورة. وقمعت قوات النظام المسيرات بالغازات السامة ورصاص الشوزن المحرم دوليا. تواصلت الاحتجاجات المنددة بالإساءة للرسول، حيث شهدت العاصمة الإيرانية اعتصاما أمام السفارة الفرنسية طالبت بطرد السفير ردا على الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وانطلقت التظاهرات الغاضبة في أفغانستان، حيث خرج ألاف الأشخاص رافعين شعارات مناهضة للرسومات المسيئة لصحيفة شارلي إبدو الفرنسية. كما سارت التظاهرات الممثلة في باكستان تنديدا بالإساءة للإسلام والمسلمين. وفي جمهورية الشيشان خرج مئات الألاف إلى شوارع العاصمة غروزني منددين برسوم الكاريكاتورية المسيئة لنبي الرحمة. نهاية الموجز، السلام عليكم. سوريا. وأمس شيع في الضاحية الجنوبية لبيروت جثمان الشهيد جهاد عماد مغنية الذي استشهد مع 5 من كوادر المقاومة بمشاركة شعبية ورسمية حاشدة، حيث دفن إلى جانب والده الشهيد عماد مغنية. وأكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي للعالم أن صمت الحزب لن يكون طويلا وسيكون هناك رد مناسب. وقد حصلت قناة العالم على صور خاصة لمكان العدوان الإسرائيلي في القنيطرة التي أسفرت عن استشهاد 6 من كوادر حزب الله. يكون الرد على هذا العدوان الكبير.
جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخذ إجراءات أمنية على طول الحدود مع لبنان وجولان المحتل خشية من رد المقاومة. وأفاد مراسلنا في القدس المحتلة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب على طول الحدود وألغى الإجازات لجنوده. وبلغت مصادر إسرائيلية وسائل الإعلام أنها تتوقع ردا مؤلما. وصدرت أوامر إلى سكان المستوطنات القريبة من الحدود بضرورة الابتعاد عن منطقة السياج مع لبنان. وأكدت مصادر أمنية أن المؤسسة الأمنية مستنفرة في الداخل والخارج، محذرة من أن تداعيات الاعتداء على القنيطرة قد تكون لها أبعاد واسعة النطاق. أفاد مراسل العالم في اليمن أن الحكومة دعت كافة أطراف اتفاق السلم والشراكة لاجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد رب منصور هادي. وأعلن وزير الداخلية اليمني جلال الرويشان تشيع المقاومة اللبنانية اليوم جثمان 3 شهداء قضوا في العدوان الإسرائيلي على منطقة القنيطرة السورية. وأمس شيع في الضاحية الجنوبية لبيروت جثمان الشهيد جهاد عماد مغنية الذي استشهد مع 5 من كوادر المقاومة بمشاركة شعبية ورسمية حاشدة، حيث دفن إلى جانب والده الشهيد عماد مغنية. وأكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي للعالم أن صمت الحزب لن يكون طويلا وسيكون هناك رد مناسب. وقد حصلت قناة العالم على صور خاصة لمكان العدوان الإسرائيلي في القنيطرة التي أسفرت عن استشهاد 6 من كوادر حزب الله. يكون الرد على هذا العدوان الكبير. جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخذ إجراءات أمنية على طول الحدود مع لبنان وجولان المحتل خشية من رد المقاومة. وأفاد مراسلنا في القدس المحتلة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب على طول الحدود وألغى الإجازات لجنوده. وبلغت مصادر إسرائيلية وسائل الإعلام أنها تتوقع ردا مؤلما. وصدرت أوامر إلى سكان المستوطنات القريبة من الحدود بضرورة الابتعاد عن منطقة السياج مع لبنان. وأكدت مصادر أمنية أن المؤسسة الأمنية مستنفرة في الداخل والخارج، محذرة من أن تداعيات الاعتداء على القنيطرة قد تكون لها أبعاد واسعة النطاق. أفاد مراسل العالم في اليمن أن الحكومة دعت كافة أطراف اتفاق السلم والشراكة